بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمدك يا ربي حتى ترضى، ونحمدك إذا رضيت، ونحمدك بعد الرضا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لك الحمد يا ربي على نعمة الإسلام، ولك الحمد يا ربي على نعمة الإيمان، ولك الحمد يا ربي على نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد ربنا على نعمة القرآن وعلى نعمك العامة والخاصة القديمة والحديثة الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وسحائب رحمتك ربي ورضوانك على صحابة نبينا أجمعين، وعلى آل بيته الطيبين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بواسع رحمتك ومغفرتك وكرمك يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، والتواصل معكم مستمر من خلال قناتكم، قناة سامراء الفضائية، ومن خلال برنامجكم برنامج الرؤى والحياة. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن ينظر إلينا وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة في كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء، أن ينظر إلينا وإليهم نظرة رحمة تزول بها همومهم وترحل بها غمومهم، ويقضي بها حوائجهم، ويجيب بها دعاءهم، ويحقق بها رجاءهم، ويجمع بها ما تفرق من شملهم، ويكتب لهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إنه قريب مجيب الدعوات. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. نعم أيها الأخوة الكرام، وددت أن أقف في الدقائق الأولى من هذه الحلقة كما هو معتاد أن أتكلم عن بعض مفردات التفسير وبعض ثوابت التعبير حتى يحين وقت استقبال الاتصالات وتوثيق رؤاكم ثم تفسيرها وتعبيرها. حين نتكلم عن الهموم فما أكثر المهمومين، وحين نتكلم عن الغموم في الرؤيا فما أكثر المغمومين، وحين نتكلم عن الحزن فما أكثر المحزونين في مجتمعات الناس عامة وفي مجتمعات المسلمين خاصة في هذا البلد وفي غيره من البلدان. فما هي دلالات الفرج بعد الشدة في الرؤيا؟ وما هي دلالات زوال الغموم ورحيل الهموم عن العبد حين يدعو الله، حين يناجي الله، حين يتوكل على الله، حين يفوض أمره إلى الله؟ هنالك رؤى كثيرة قد يراها البعض منا فيكون تفسيرها ويكون تعبيرها إشارات وبشارات على الفرج بعد الشدة وعلى زوال همه وغمه وعلى رحيل حزنه بإذن الله عز وجل. من ذلك أيها الأخوة الكرام أن يعني الرائي قد يرى في الرؤيا أنه يذبح أضحية، أو أنه يذبح يعني شاة ليتصدق بلحمها، ليتصدق بلحمها على الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين. فإذا رأى أنه قد ذبح ذبيحة سواء كانت الأضحية أو غيرها من الذبائح، وهو يقسم لحمها ويوزعه على المحتاجين، فهذا إن شاء الله إذان بزوال همه ورحيل غمه، وبشارة إن شاء الله بذهاب أحزانه. أتوقف عند لطيفة في قضية يعني ما يدل على ذهاب الغم والهم والحزن في الرؤيا. الكثير من المفردات من خلال يعني التقصي والاستقراء، أكثر هذه المفردات تدل على ماذا؟ هي عبارة عن عبادات أو طاعات كفيلة بمغفرة الذنوب، فتأتي في الرؤيا لتدل ليس على مغفرة الذنوب فحسب، وإنما تدل على أن هذا الإنسان يعني حزين فسيزول حزنه، أو أنه مهموم ومغموم فسيرحل همه وسيرحل غمه بإذن الله عز وجل.
لو أتينا على الأضحية مثلا أو التصدق بال يعني باللحم على المحتاجين وجدناها عبارة عن صدقات، والصدقة تطفئ غضب الرب، يعني تطفئ غضب الله عز وجل كما يطفئ الماء النار. فكما أنها كفيلة بمحو ذنوبنا ومحو خطايانا، فإنها كفيلة في الرؤيا بزوال همومنا وغمومنا وأحزاننا. أيضا أيها الأحباب الكرام، قد يرى المسلم أو المسلمة في الرؤيا أنه يبكي في الرؤيا، ويكون بكاؤه تحديدا يعني له قرينة في الرؤيا أنه يبكي من خشية الله، أو أنه يبكي تأثرا بسماع القرآن، أو أنه يبكي ندما لذنب اقترفه في حق الله أو في حق خلقه في الرؤيا. فماذا تكون هذه الرؤيا؟ هذه الرؤيا أيضا فيها إشارة وبشارة على زوال همه وغمه وعلى الفرج بعد الشدة. فكما أن البكاء من خشية الله هو يعني مسبب من أسباب دخول الجنة، وهو من ضمن المنجيات التي تنجينا من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأيضا البكاء يعني نادما على فعل ذنب من الذنوب، الندم هو بحد ذاته عبارة عن توبة، فكما أنها هي فرح للمسلم في واقعه وفي يقظته، فإنها فرج له إن شاء الله في نومه، يعني هي دليل على الفرج بعد الشدة ودليل على زوال الهم والغم. أيضا البستان الذي فسرناه أنه قد يدل على روضة من رياض الجنة، أو أنه يدل على عبادة من العبادات، أو أنه يدل على المسجد، أو أنه يدل على الزوجة، أيضا البستان أو الحديقة أو الواحة الخضراء من ضمن دلالاتها أن الإنسان إذا رأى أنه يدخلها هو إن شاء الله دليل على زوال همه وغمه وعلى الفرج بعد الشدة. من رأى في الرؤيا أنه يستقر أو يسكن في مكان ضيق، في غرفة ضيقة، في دار ضيقة، ثم فتح شبابيكها حتى دخلت عليه أشعة الشمس واستنشق هواء طيبا ونسمات من الهواء الطيب وفتح الباب وخرج، فهذا أيضا يدل على الفرج بعد الشدة ويدل على زوال همه وغمه كذلك. أيضا البطيخ يعني هو من الخضار والفواكه التي قد يراها الإنسان في الرؤيا، فالبطيخ يدل على إنسان مهموم، على اعتبار أنه يعني عبارة عن شيء مغلق على ذاته وقد نضج وأصبح جاهزا للأكل، فكأن هذا الإنسان يعني يحبس همه ويحبس غمه، فرؤية البطيخ تدل على إنسان مهموم ومغموم وصاحب حزن وصاحب معاناة، والله تعالى أعلم. من ضمن الدلالات أيضا رؤية الثلج، إذا رأى الإنسان أن السماء يعني ينزل من السماء ثلج أو ينزل من السماء مطر على جسد هذا الإنسان، فكما أن الثلج أو المطر يغسل جسد الإنسان من أدرانه، فكذلك هذه الرؤيا فيها بشارة على أن هذا الإنسان ستزول همومه وترحل غمومه ويصبح سعيدا بعد الحزن ويصبح في يسر بعد عسره بإذن الله عز وجل. أيضا من دلالات يعني الثلج أو البرد أو الماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء في قيام الليل من ضمن أدعية التوجه، يعني ورد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني دعاء الاستفتاح، أو سبحانك اللهم وبحمدك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فكما أن الثلج والماء والبرد كفيل بذهاب أدران الجسد أو أوساخ الثوب، فكذلك إذا رآه المسلم أو المسلمة في الرؤيا أن الثلج أو المطر يتساقط على جسده من السماء، فهذه بشارة إن شاء الله بزوال همه وغمه ورحيل حزنه إن شاء الله. أيضا بخصوص ليس الجسد، الثياب، إذا رأى الإنسان في الرؤيا أنه يغسل ثيابه، يعني ثيابه متسخة فهو يقوم بغسيلها، فهي فيها إشارة كما أسلفنا في الحلقة الماضية يعني على تطهره من الذنوب والمعاصي، وكذلك هي فيها بشارة وإشارة على زوال همه وغمه وعلى الفرج بعد الشدة، إن رأى أنه يغسل ثيابه كانت متسخة فيغسلها من أوساخها، أو رأى غير ذلك أن ثيابه متسخة فقام بحرقها، فأيضا حرقها أو غسلها من الأوساخ التي عليها
يدل على الفرج بعد الشدة وعلى اليسر بعد العسر وعلى زوال همه وغمه، والله تعالى أعلم. هذه بعض الدلالات أيضا. من ضمن الدلالات كما أسلفنا عن الواحة أو عن البستان، إذا رأى المسلم أو المسلمة في الرؤيا أنه يطوف في الجنة، يعني في منزلة من منازلها، في درجة من درجاتها، في جنة من جنان الآخرة، على اعتبار أن جنان الآخرة كثيرة ولها درجات ومنازل، فإذا رأى أنه يطوف في الجنة فهذه أيضا بشارة على أن همومه وغمومه تزول بإذن الله تعالى. هذه أيها الأخوة الكرام بعض مفردات التفسير والتعبير التي تخص الفرج بعد الشدة وتخص رحيل الأحزان وزوال الهموم والغموم، والله تعالى أعلم. معنا اتصال. نعم إخوانا الكرام، ننتظر اتصالاتكم ورؤاكم إن شاء الله. من ضمن المفردات التي أيضا تدل على الفرج بعد الشدة وعلى زوال الهم والغم، وفيها إشارات وبشارات للمسلم إذا رآها في الرؤيا، إذا رأى في الرؤيا رؤيا الحمل كما أسلفنا عنها سابقا، لكن وددت أن أجمعها كلها في هذه الدقائق، كل ما يخص يعني زوال الهم والغم ويخص يعني ذهاب الأحزان والفرج بعد الشدة. قلنا بأن حمل الإنسان للأثقال، إذا رأى الإنسان في الرؤيا أنه يحمل شيئا ثقيلا بيديه أو يحمله على عاتقه أو على ظهره، أو لا حياء في الدين رأى أنه يحمل حملا، يعني يحمل جنينا في بطنه، وهذا في حق الذكر والأنثى سواء، وفي حق المتزوج وغير المتزوج سواء، إذا رأى هكذا رؤيا فهذا الحمل الذي يحمله بيديه أو على عاتقه أو على ظهره أو يحمل جنينا في بطنه ولم يكن أهلا لحمل الجنين سواء كان ذكرا أو سواء كانت امرأة غير متزوجة، فهذا على أي شيء يدل؟ هذا يدل أيضا على أنه يحمل هما ويحمل غما وعنده حزن قد استقر في قلبه. وسيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم يعني علمنا الكثير من الأدعية التي هي كفيلة بزوال همومنا وغمومنا ورحيل أحزاننا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وهنالك أدعية أخرى كثيرة. فالحمل يدل على الهم والغم والحزن، الولادة تدل على ماذا؟ تدل على الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر وزوال الهموم والغموم، سواء كان يحمل في بطنه جنينا أو تحمل في بطنها جنينا فوضع ذلك الجنين أو وضعت ذلك الجنين، أو يحمل على ظهره أو عاتقه أو بين يديه حجارة أو شيئا ثقيلا فألقاه من يديه أو من على ظهره، فإنه فيه إشارة وبشارة على الفرج بعد الشدة وعلى زوال الهموم والغموم، والله تعالى أعلم. أيضا نعم معنا اتصال. عفوا أخونا محمد من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخونا محمد. الحمد لله رب العالمين، حياك الله أخي محمد تفضل. حياك الله أخي العزيز. نعم تفضل. صوت غير واضح معانا يا أخي محمد، ممكن تتكرم غير مكانك، غير مكانك عسى أن الصوت يكون أوضح عندنا، صوت غير واضح. أنا الشيخ. نعم أنا واضح حسن. نعم إن شاء الله أوضح تفضل. رأيت على أدعو أن يتحقق لي شيء إن شاء الله. نعم. فرأيت قبل صلاة الفجر أن أدعو في نفس الدعاء. نعم سبحان الله. نعم. فلما صليت الفجر ورجعت نمت هم تكرر نفس الدعاء اللي أنا أريده أدعو. ما نعم. تفسير ذلك جزاك الله خير. خيرا إن شاء الله، تسمع الإجابة أخي العزيز، حياك الله. جزاك الله خير. وجزاك حياك الله. نعم معنا اتصال. أخونا سلمان تفضل. أخويا حلم. نعم أخي سلمان ماشي تفضل. نعم أخويا أنت حضرتك لابس عباء وبعد شنو؟ عباء مع نسوان وحذاء أبيض وسخ. شنو بعد مع العباية؟ حذاء أبيض وسخ.
نعم نعم اخويا، وعندي حلم ثاني ممكن؟ ماشي الحال. نعم حلم انا نايم وقاعد اكل من النوم. نعم الصبح واختي جابت شو اسمه بس طالعه حمار. نعم ممنون عيوني. عفوا اخ سلمان عفوا اخ سلمان بس اسالك بعض الاسئله، حضرتك شنو تشتغل اخ سلمان؟ ها؟ مجال عملك شنو تشتغل؟ والله عاطل ما اخو شغل قاعد. نعم قاعد. ماشي الحال. متزوج اخي؟ لا والله اعزب. غير متزوج؟ ماكو مشروع زواج انت ماشي بيه حاليا؟ لا والله. ما موجود. ماشي الحال، تسمع الاجابه ان شاء الله اخ سلمان، حياك الله. معنا الأخت نورة من واسط. أخت نورة من واسط تفضلي. يمكن قطع الاتصال ماشي، ممكن تعاود الاتصال. نعم أيها الأخوة الكرام، أيضا فيما يخص يعني ما تكلمنا عنه في قضية يعني المبشرات في الرؤيا في زوال الهموم والغموم والأحزان، من ضمن ذلك أيضا وما يدل عليه هنالك أمور تتعلق بقضية الشعر، بقضية الشعر، على اعتبار أننا كثيرا ما نسأل عن قضية الشعر، يعني أن الإنسان يرى في الرؤيا أن شعره طويل أو أن شعره قصير أو أنه قصر شيئا من شعره أو أنه حلق شعره كله أو أنه حلق شعره وحلق لحيته، سواء كان هذا في خصوص الرجال أو بخصوص النساء، ترى أنها مثلا أن شعرها طويل أو أنها قصت شيئا من شعرها أو أنها حلقت شعرها أو أن الشعر يتساقط، هذا يعني له دلالات كثيرة. قبل أن أخوض فيما يدل على قضية الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر وزوال الهموم والغموم بخصوص الشعر، على اعتبار الرؤية هنا تتكرر كثيرا. نعم معنا اتصال. معنا أخت من تونس، الأخت مونيا من تونس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخت مونيا، تفضلي. أنا صديقة البرنامج. نعم انا صديقة البرنامج. مرحبا بك، مرحبا بك يا اخت منى. نعم البرنامج الزاهي هذا، انا راني حلمت جاتني رؤيا. نعم الرؤيا هذه انا في نهج، معناها في شارع. نعم في شارع تسعة بقرات نتاع السيد هذي، معناها جارنا، يعني هي جاركم البقرات بالرؤيا. لكن فجأة انا وصديقتي اسمها هدى قالت لي نعم اي نعم قالت لي راهو البقرات هذوما راهم نتاع زوجك عماد. زوجك انت يا اخت مونيا؟ اي والبقرات هذوما سنين برشا فهمتني، لكن عندهم حاجه في عينهم. نعم وهو ما معناها باسم عماد. نعم باسم زوجي. قالت لي هدى صاحبتي هذوما راهم نتاع زوجك عماد. قلت لها عماد ما عندوش منين جاه البقرات هذوما؟ قالت لي راهم نتاع زوجك، وهما هذوما البقرات نعرفهم انا نتاع جارنا. نعم نعم يا اخت مونيا. نعم اي وبعد معناها فجاه البقرات هذوما يتبعوا في بعضهم من فوق من الراس للساق، معناها يتبعوا في بعضهم ما فماش وحده خارجه على الاخرى، معناها صار صوت واحد فهمتني، ومعناها ما ضرونيش هما فهمتني، معناها تحسهم معناها شادين البلاصه، معناها ماشيين مطاوعين بعضهم فهمتني. يعني البقرات ضربوا بعضهم ولا اكلوا بعضهم؟ اي لكن عندهم حاجه عين يشوفوا بها وعين لا التسعه. نعم لا ما قتلوش هما، معناها ما ضروش حتى حد، معناها يمشيوا في صف واحد. نعم فهمتني. وفما رؤيه اخرى. نعم رؤيه اخرى شفت كوني انا في شارع. نعم في شارع وفما سيارة فخمة برشا لونها في بلو بترول بلو غامقة. نعم. عاد الناس ماشية جاية في الشارع يغزلوا للكهرباء كونها مضخمة،
يا اخي زوجي واقف في الشارع بجانب السياره، قال لي يا من يا انت توا انت اسرت وين تحب تمشي، انا على ذمتك، السياره على ذمتك وانا على ذمتك، وفجاه فات معناها الرؤيه. يعني انت ما ركبتي في السياره؟ انا راكبه في السياره. نعم. السياره واقفه فهمتني. نعم. وزوجي يحكي مع صاحبه صديقه. نعم فهمتني. نعم. السيارة فخمة برشا والناس مارين من الشارع ينظرون إلى السيارة، السيارة فخمة برشا. وهو قال لي معناها السيارة على ذمتك وين تحب تمشي وش نهزك. نعم. عفوا يا أخت مونيا، زوجك شنو يشتغل زوجك؟ مجال عمله؟ ها؟ عمل زوجك ما هو، تخصصه أو وظيفته أو عمله؟ تاجر هو؟ حرفي؟ موظف؟ أي كان في كان في ايطاليا، هو يخدم في ايطاليا فجاه معناها في الخارج كان يخدم وفجاه روح لتونس. نعم. يعني حاليا جالس ما في عمل. عندكم اولاد يا اخت مونيا؟ عندك اولاد منا ذكور اناث؟ اي عندك منا اولاد ذكور اناث؟ عندي وليد عمره 16 سنه. عندي وليد وزوج بنات. بنات كم بنت عندك؟ زوج بنتين. اثنين. نعم ماشي، تسمعين الإجابة إن شاء الله. مرحبا بالأخت مونيا، مرحبا حياكم الله. نعم معنا اتصال. ألو الأخت أم سجاد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شارك شيخنا. حياكم الله، الحمد لله رب العالمين، حياكم الله، مرحبا، تفضل يا اخت ام سجاد. عندي رؤيتين شيخ. نعم. وحماتي اسمها مريم، حلت الحين متخدم وينزل عليها طير اخضر، هي جاي تخبز الطير وقع عليها ورطار. يعني هي تخبز ولون الخبز يتغير؟ لا طير. طير. وكر علي، هي جاي تخبز يما وكر ورطار. طير اخضر دونة. زين وكر قريب منها لو على راسها لو في حضنها يعني وين؟ لا ينهى يعني في صفه ما لاحها، بس هو ينهى يكون خبز رد وكر ورطع. نعم. ايوه هاي من المطر، مطر ينزل يقول غسل وجهي ويدي من المطر. نعم. ورا شويه تقول لها انها مطر وغسل يدي وجهي من المطر. نعم. وحملنا برؤيه ثانيه تقول لها اكو خشب اثنين، وحده يعني كبيرة واحدة صغيرة، تقول لها اجي وقوة على كيف وخاف وغاز، تقول لها ابرت كبيرة. يعني خشب وين، على نهر يا اخت ام سجاد؟ اي على نهر، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، تقول لها خايفة ويعني حيل وغاز، تقول لها ابرت كبيرة وطلعت، لا ما اقدر اسافر على كيف وغاز، تقول ابرت كبيرة. ماشي الحال. زين أخت أم سجاد هذه حماتك هي صاحبة الرؤية الأولى والثانية؟ أي نعم. عندها فد مشاكل يعني أسرية عائلية أو أنه ما تنجب هي أطفال أو كذا؟ لا والله أتي أطفال وهذا شيء يعني منطقة محاصرة يعني بالمناطق المحاصرة. في منطقة محاصرة. نعم. أيوه عندي رؤية اليوم. نعم. أختي مرت أخوي حلماله لأخوها يحفر قبر، قال لك شلت هذا القبر، قال لي هذا اريد الكواكب ادفن هذه، ادفن كواكب دي، مرت اخوي حلمانه اخوها يدفن اختي. يريد تدفن اختي؟ اختي. اها. اي حماتها يعني حلمانه باخوها اسمه علي، يريد يدفن اختي اسمها كواكب. نعم. اي. الله عليك. حياكم الله، مرحبا ام سجاد، تسمعين الاجابه ان شاء الله، مرحبا. معنا اتصال. معنا الاخت لارا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. تفضلي اخت لارا. انا مع عمي واختي بنحلم على اساتذه روح عمره. نعم. وعاد بنحلم اقول لها يعني دعيت قلت لها يا رب ان شاء الله روحاني يعني نعتمر برمضان. بس قلت لها يعني ما اقدر روحاني بس انا اخذ يعني الوالده. نعم.
الشيخ عنده رؤية ثانية إنه اكتشفت يعني كرتون مال الحفاظات اكتشفته ولقيت بنص الكيس. اكتشفت الكيس لقيت غلافين ذهب. نعم. شنو عفوا من الذهب شنو لقيتي؟ لقيت شيخ يعني بنص الباكيت مال الحفاظات لقيت كيس بنصه فتحته لقيت غلافين ذهب. سألت قلت لهم هاي ذهب؟ قال الوحدة منها ذهب وحدة فضة. واحدة ذهب واحدة فضة؟ اي شيخي. نعم. الشيخ عنده رؤية ثانية، يعني أنا أمشي وشايلة مصحف لين قرآن. يعني تمشين وشايلة مصحف؟ مصحف لين قرآن. نعم. شكرا شيخ. حضرتك متزوجة أخت لارا؟ لا شيخ، لا ما متزوجة. ما متزوجة، خير إن شاء الله، ماشي تسمعين الإجابة إن شاء الله. مرحبا بالأخت لارا، نعم معنا اتصال. السلام عليكم. أخونا جاسم من صلاح الدين، تفضل. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. حياك الله اخ جاسم، تفضل. شيخ عندي انا ابن عمي اثنين مخطوف واخويا مخطوف صار 5 اشهر. ابن ولد عمك اثنين مقتولين لو مفقودين؟ مخطوفين مخطوفين يعني. مخطوفين، نسال الله ان شاء الله يفرج عنهم، نعم. وبعد؟ اخويا مخطوفين صار 5 اشهر. الله يفرج عنهم، نعم. اجمعين. وشفت حلم مره شفت طالعين من سجن، يعني ثلاثتهم طالعين من سجن، شفت جايين على البيت، قمت انا ارمي طلقات يعني من فرح مالتي، قمت ارمي طلقات ناريه يعني. ترمي طلقات ناريه؟ ايه يعني فرح مالتي، شفت هذول طالعين يعني من سجن ومن نعم. فرح قمت ارمي طلقات ناريه. نعم. الحلم الثاني شفت بس اخويا طالع من سجن، وعندنا ماطور جاي قميص احمر، لابس قميص احمر، عنده ماطور وصديقه مساعد وراه جايين يعني طالع من سجن يسوق الماطور، عندنا ماطور. نعم. لابس قميص احمر. نعم. بس اخويا يعني شفته ورا. يعني الرؤية الأولى ولد عمك اثنين هم مع أخوك، الرؤية الثانية بس أخوك شفته. ها؟ الرؤية الثانية بس أخوك شفته طالع مع صديقه إيه وراكب على موتور لابس قميص أحمر. إيه مرة ثانية بس أخويا شفته. نعم ماشي الحال، تسمع الإجابة أخ جاسم إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله. مرحبا بك، حياك الله. نعم معنا اتصال، أخت بيارك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالأخت بيارك تفضلي. سلامك يا أحمد. الحمد لله رب العالمين، حياكم الله، الله يحفظكم ويسلمكم، نعم تفضلي. ان مطرت الدنيا شفت تلك الذرات شفتها، يعني بالرؤية شفت الدنيا ظلمت؟ لا مو اذا ما تمطر. مطر، نعم. قامت تمطر وشفت الساعة 9 افطر. نعم شنو شفتي بعد؟ وخفت التراب شفت نفس الذرات شفتها. شنو عفوا وخرت التراب بعد شنو موجود؟ 3 فترات. 3 فترات، نعم. اي لقيت اخويا معقد درس نومه معسه وبدها تنزل عليهم. نعم هذه رؤية ثانية يا اخت بيارق؟ اي نعم. اي شنو الرؤية الثانية؟ اي يعني لقيت اخويا متزوج معقد درس خليهم هو هي وجهاها ينامون على الدشبين يعني قدر ما السيارة تظلم عليهم الدنيا. يعني هو وزوجته واولاده ينامون بالسياره وتظلم عليهم الدنيا؟ اي احنا وامك ايضا اجارها في التحتيات. نعم. ما تكون زحمه. نعم. امك التحتيات اذا ما تكون زحمه. والله اذا عندكم رؤيه تفضلوا هنا، واكو اسم اس رسائل ترسلوها للقناه وتصلنا ان شاء الله. اي. عفوا انتم مهجرين اخت بيارق؟ ماشي. معنا اتصال اخت الاخ صباح تفضل. الو السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بالاخ صباح. شلونك اخوي شلون صحتك؟ الحمد لله رب العالمين، حياك الله اخ صباح تفضل. شيخنا دائما احلم اكو جزره يمنا بين الشطين. نعم. جزره بالنص يعني صايره. نعم. فاحلم يجيني رجل كبير السن. فأسمى بسم الله وأطير، أطير أروح للجزرة، فيوم من الأيام رحنا بالجزرة قاعدين، طلعت خنازير من الشط في طلعت فوق على الجزرة. نعم. ف
فجريت ربط مال كلك عندي وربطك تمشي وكحاج ما خلصت فاكو مرة تقول لي هاني زهرة نعم ما عليك راح على بعد ما يرجع علينا ما يجي اللي جاء علينا أنا حلم والحلم الثاني أكو نهر مال مي يمنا موجود فدائما أحلم أصيد بيه سمج نعم وهاي سلم كله عفوا شنو تشتغل أخ صباح؟ والله من وزير عسكري نعم عسكري. عسكري يعني ما صيد سمك انت بالواقع اصلا لا انا ماشي الحال تسمع الاجابه اخ صباح حياك الله مرحبا بك ايها الاخوه الكرام وردتنا يعني مجموعه كافيه من الرؤى في هذه الحلقه نستاذنكم بفاصل ثم نعود اليكم للتفسير والتعبير فانتظرونا حياكم الله برنامج يستفتونك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء سوى الإسلام خسران لما تركنا الهدى حلت بنا محن وهاج للظلم والإفساد طوفان فتوانا مبنية على الكتاب والسنة وما ذهب إليه علماء الأمة وتراعي الواقع والتيسير برنامج يستفتونك يأتيكم في الأوقات الآتية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد نتواصل معكم من خلال هذه الحلقة ونبدأ بالتفسير والتعبير ونقول اللهم نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما رأيتموه خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه ونقول اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا كان معنا مجموعة من الرؤى الرؤية الأولى كانت للأخ محمد بن بغداد يقول رأيت رؤيا أنا يعني صليت استخارة أو أنني أدعو الله عز وجل أن يحقق لي شيء ولا نعرف هذا الشيء قد يكون من أمور الدين أو أمور الدنيا أو أمور الآخرة على العموم يقول فنمت فرأيت في الرؤيا أنني أدعو بنفس الدعاء الذي دعوت فيه أو دعوت به في اليقظة هذا قبل الفجر ثم صليت الفجر ونمت مرة أخرى فتكررت معي نفس الرؤيا طبعا تكرر الرؤيا يا أخونا محمد والأخوة المشاهدين في الغالب هو مؤشر إيجابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ يعني في الغالب أن الرؤيا تصيب فقد يرى الإنسان رؤيا يراها في المنام فتتحقق في اليقظة هذا جانب الجانب الآخر أنك تدعو بدعاء نستطيع أن نقول ما رأيته في الرؤيا هو من حديث النفس على اعتبار أنك تدعو بدعاء معين فترى في الرؤيا أنك تدعو بنفس الدعاء لكن هذه رؤية طيبة يعني يستأنس بها يا أخونا محمد أن تستمر على هذا الدعاء لأن الرؤية يعني معلمة وليست ملزمة وهي يستأنس بها لكنها ليست آية قرآنية ولا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المسلم حين يرى رؤية يستأنس بهذه الرؤية فإن كان فيها خيرا استبشر وإن كان فيها غير ذلك أنذر نفسه وحذر نفسه وزجرها فقد ترى في الرؤية ما يدعوك إلى فعل خير فتفعله أو الإعراض عن شر فتعرض عنه أو ما إلى ذلك فعلى العموم بما أنك دعوت بهذا الدعاء خصوصا إن كان من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أننا حين ندعو الله عز وجل أن ييسر لنا مثلا الزواج أو أن يرزقنا الذرية أو أن ييسر لنا أمور الوظيفة أو أن يرزقنا الأمانة بعد الخوف أو يعني الشبع بعد الجوع أو الغنى بعد الفقر أو اجتماع الشمل بعد تفرقه ندعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم نحفظ شيئا من المأثور ولم نعلم شيئا من المأثور ندعو بما يفتح الله عز وجل به علينا لأن الله عز وجل من كرمه أن يلهمك الدعاء ثم يعطيك الإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فهو الذي يلهمك أن تدعوه
ثم هو سبحانه الذي يستجيب لك، كما أنه من كرمه سبحانه وتعالى باسمه التواب أن يلهمك وأن يحبب إليك التوبة ويقذف حبها في قلبك فتتوب، فإذا تبت قبل توبتك سبحانه وتعالى. فإذا يا أخونا محمد، هذا الدعاء الذي دعوت به ما دام ليس فيه إثم ولا في ولا قطيعة رحم، فكأنه هذه الرؤيا فيها إشارة لك أن تلح على الله عز وجل بالدعاء حتى يستجيب الله عز وجل لك بما دعوت به، نفس النص أو بغيره، لا ضير في ذلك، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يستجيب دعاءك وأن يسر أمرك يا أخونا محمد. كان معنا أخونا سلمان، يعني هو رأى رؤيا علما أنه عاطل عن العمل، هو غير متزوج، ليس عنده زوجة وليس عنده أولاد، في بلد الخيرات الذي يعيش فيه أكثر أهل هذا البلد يعيشون على الفتات، علما أن البلد هذا مليء بالخيرات، الله عز وجل المستعان. يا أخونا سلمان، نسأل الله أن يسلمك من كل سوء. الرؤية الأولى رأيت أنك تلبس ملابس النساء، تلبس عباية وتلبس حذاء أبيض، وهذا الحذاء متسخ بعض الشيء. هذه الرؤية نأخذ منها ثلاث دلالتين أو ثلاثة. الدلالة الأولى أنك تلبس ملابس النساء، فكأن فيها إشارة طيبة إن شاء الله في المستقبل، والله تعالى أعلم، أن تتزوج من النساء، يعني أن تتزوج امرأة فتكون لها لباسا وتكون لك لباسا، لأن الله عز وجل قال عن الزوجة، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والحذاء تحديدا أيضا يفسره الكثير من المفسرين والمعبرين، يفسرون الحذاء أيضا بالزوجة، فمن رأى في الرؤيا أنه يفقد حذاءه أو أنه يبحث عن حذاء أو أن غيره أعانه في شراء حذاء أو في أن يجد حذاءه أجلكم الله، فقد يكون هذا دليل على الزوجة. في أحيان أخرى يكون دليل على تواصلك مع الآخرين وعلاقاتك مع الآخرين، حين تفقد هذه العلاقات أو حين تجد هذه العلاقات، حين تدوم هذه العلاقات والصداقات أو تنقطع هذه العلاقات والصداقات. لكن بما أنه أنت غير متزوج وهنالك قرائن، يعني هي قضية الملابس وملابس النساء تحديدا، يعني عباءة نسائية، فهذا يدل إن شاء الله على أنك تتزوج بالمستقبل امرأة تكون يعني سترا لك وتكون أنت سترا لها، تكون ثوبا لك وتكون أنت إن شاء الله ثوبا لها. أما قضية الحذاء أيضا هي نفسها تدل على الزوجة في حق الرجل وتدل على الزوج في حق المرأة، لكن كونه متسخ، أنا أوصيك يا أخونا سلمان أن تكثر من الاستغفار وأن تكثر من التوبة، لأن وجود الوسخ في ملابسنا أو في أحذيتنا يفسر في بعض الأحيان يفسر بالذنوب، والإنسان قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، قد يحرم التوفيق بالزواج بالذنب يصيبه، قد يتأخر نصيب الشاب أو يتأخر نصيب الشاب لبعده عن الله ولكثرة ذنوبه ولقلة طاعاته. وليس منا إنسان معصوم، الكل يخطئ، أنا أخطئ وأنت تخطئ وكل الناس يخطئون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهي دعوة لك أن تكثر من الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدام الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرؤية الثانية التي رأيت فيها أيضا يا أخونا سلمان أنك نائم فاستيقظت فجاءتك أختك وقدمت لك أجلك الله حذاء، يعني بسطالي والحذاء الطويل، سواء كان الذي يلبس من قبل يعني السلك الأمني والعسكري أو مثلا الحذاء الطويل الذي يلبس أثناء العمل، المهم أجلكم الله يسمى بسطال أو بوت طويل، هذا أيضا يدل على الزواج. فالرؤية الأولى والثانية يا أخونا سلمان تدل على الزواج، وقد يكون لأختك دور في زواجك، أي أنها تكون هي وسيطة بينك وبين خطيبتك، أو أنها تسعى لك إلى أهل خطيبتك حتى تحصل على موافقات أولية، ونسأل الله أن ييسر أمرك وأن يفتح عليك وأن يختار لك الخير حيث كان يا أخونا سلمان. كان معنا الأخت مونيا من تونس، ذكرت رؤية أولى ورؤية ثانية. الرؤية الأولى أنها رأت في الشارع، هذا ما وصلني على اعتبار أن الاتصال يعني دولي وكان بعض الكلام غير واضح، لكن في الأغلب هي واضحة. رأت في الرؤية تسع بقرات، هي كانت تظن أنها لجارهم فلان، لكن صديقتها معها كان اسمها هدى، قالت هذه البقرات لزوجك، وسمت زوجها عماد، وكانت هذه البقرات يمشين في خط واحد، لكن كان هنالك خلل في قضية الرؤية عند كل واحدة منهن، يعني كأن كل بقرة ترى بعين ولا ترى بالعين،
الأخرى إلى آخره. هذه بالنسبة للرؤية الأولى، وهناك رؤية ثانية. نقول يا أخت مونيا، بالنسبة للبقرات، البقرة في حق الناس عامة أو في حق الشخص تحديدا تدل على السنة أو على العام، فإن كانت سمينة وصحيحة ومعافاة وليس فيها عيب وليست عرجاء وليست عوراء وليست ثولاء أجلكم الله، وكان لونها مثلا واحدا، فهذه تدل على سنة من سنين الخصب والخير والنماء والعطاء في حق من رأت الرؤية وفي حق من رؤيت له الرؤية، يعني زوجك. إن كان فيها عيب معين فهي تدل على بعض المنغصات والمكدرات خلال هذه السنة، وإن كانت ألوانها ليست واحدة كأن يكون مثلا لونها حمراء أو بيضاء لكن فيها بقعة سوداء في عند رأسها أو في وسط جسمها أو في آخر جسمها، فهذه تدل على أحداث تتخلل هذه السنة، ربما في أول السنة أو في وسط السنة أو في آخر السنة. هذا مجال من مجالات التعبير. والمجال الآخر أن البقرات قد تدل على حرفة أو تدل على منيحة أو تدل على صنعة معينة أو تدل على وظيفة، وفي بعض الأحيان تفسر بالزوجة، لكن زوجك خلاص هو متزوج وحتى لو أراد أن يعدد ولا يتجاوز الأربع، فهذه التسعة قد تدل على أنكم تمرون في تسع سنوات ربما تكون ماضية، وقد يكون بعضها مرحليا يا أختنا مونيا من تونس، يعني قد تعانون من منها بعض الشيء على اعتبار أن هذه البقرة تنظر بعين والعين الأخرى لا تنظر بها، وكانت تمشي على خط مستقيم واحد، فكأنها تسع سنوات تأتي تباعا، يأتيكم من خيرها إن شاء الله الخير الكثير، وفي نفس الوقت لا تخلو من بعض المنغصات والمكدرات حتى تزول. ونسأل الله عز وجل أن يأذن لنا ولكم بالفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والنصر بعد الصبر، وأن يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون. هذا والله تعالى أعلم. كان معنا رؤية ثانية للأخت مونيا من تونس، تقول أنها رأيت نفسي في شارع كان فيه سيارة فخمة جدا يعني وجميلة، والناس في الشارع يذهبون ويأتون وينظرون إليها، كنت أجلس فيها وكان زوجي موجود أيضا وكان يكلم صديقه. أقول يا أخت مونيا، السيارة تدل على المسير، والمسير يعني يدل على سفر الإنسان، إما أنه يسافر من بلد إلى بلد، من محافظة إلى محافظة، من مكان إلى مكان، وهذا التفسير المحسوس والملموس، لكن قد يكون له تفسير وتعبير معنوي آخر، هو أن السيارة تدل على المسير، والمسير أو السفر يدل في الرؤيا على الانتقال من حال إلى حال، يعني أنكم يا أخت مونيا من خلال الرؤيا الأولى والثانية قد تنتقلون إن شاء الله بفضل الله وتدبيره سبحانه وتعالى من حال إلى حال، من عسر إلى يسر، من خير قليل إلى خير كثير، من رزق محدود إلى رزق إن شاء الله كثير، وهذا يجعل الناس ينظرون إليكم. بعض الناس ينظر إلينا اليوم حين تكون عندنا نعمة فينظر إلينا من باب الغبطة وليس من باب الحسد، أي أنه يتمنى أن يكون له مثل ما عندنا، والبعض ينظر إلينا بحسد أي أنه يتمنى أن يكون له ما عندنا وليس مثل ما عندنا، فيحسدوننا على الزوجة أو يحسدوننا على الأولاد الذرية أو يحسدوننا على الأموال أو على الجمال أو على الوظيفة أو ما إلى ذلك. والله عز وجل يقول لا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم، إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. المسلم دائما حين ينظر إلى غيره لا ينظر إلى من هو أعلى منه، وإنما ينظر إلى من هو أدنى منه حتى لا يزدري نعمة الله، حتى لا يستحقر النعمة ولا يستصغر النعمة، وحتى يؤدي شكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال أو من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله عز وجل على من تاب. فإذا يا أختنا مونيا هي إن شاء الله مبشرات ومؤشرات بأرزاق في طريقها إليكم بإذن الله عز وجل وفضل الله، أنتم مطالبون بشكرها لأنه بالشكر تدوم النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد يكون هنالك مضايقات من أناس يغبطونكم على هذه النعم أو يحسدونكم، ونسأل الله أن يقيكم شر حاسد إذا حسد. كان معنا اتصال للأخت أم سجاد، هي رأت رؤيا كانت تخص حماتها كان اسمها ريا، كانت تخبز فجاء طير ونزل على مقربة منها ثم طار، ورأت أيضا أن السماء تمطر
وكانت تأخذ من ماء المطر وتغسل وجهها ويديها. نقول يا أخونا أم سجاد أن الخبز هو رزق إن شاء الله، الخبز هو رزق، والرؤيا فيها تذكير بأمرين، أنك يا أخت أم سجاد هذه الرؤيا تخص حماتك يعني ريا، هي فيها تذكير بأمرين، بقضية الرزق وبقضية الأجل، تخص قضية الرزق وقضية الأجل. قضية الرزق والأجل كلاهما أمر محسوم عند الله عز وجل، فما من إنسان يخلقه الله عز وجل إلا ويرسل ملكا ينفخ فيه الروح وهو في بطن أمه فيكتب له رزقه وأجله. فالرزق مكتوب والأجل أيضا محدود، محدد من عند الله عز وجل. فالخبز يدل على الرزق، والطائر قد يكون دلالته على ماذا؟ يدل على الأجل، لأن الله عز وجل قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. لكن هذه حماتك يا أختنا أم سجاد قد تدعو الله عز وجل بدعاء، فتكون من بركة هذا الدعاء أن الله عز وجل ينزل عليها من البركة وينزل عليها من الخير وينزل عليها من الرزق حتى يزول همها وغمها وحزنها، كما أسلفنا في بداية الحلقة، لأنها كانت تتوضأ أو تغتسل أو تمسح وجهها ويديها من ماء المطر، وهذه دلالات طيبة ورؤيا طيبة، نسأل الله أن يبارك فيها. أيضا الرؤية الثانية أن الأخت أم سجاد تقول أنها في الرؤيا رأت رؤيا أنها تريد أن تتخطى أو أنها تريد أن تعبر نهرا، وكان هنالك خشبتين، خشبة صغيرة وخشبة كبيرة، فعبرت على الخشبة الكبيرة وتجاوزت. يعني الخشبة إذا كانت دلالتها كقارب أو سفينة هي دلالة طيبة لأنها تدل على النجاة، فقد تكون عندك يا أخت أم سجاد هموم وغموم وأحزان فييسر الله عز وجل لك سبل النجاة. وفي نفس الوقت على الإنسان أن يحذر حين يريد أن ينتقل من حال إلى حال، أو يريد أن يعالج مريضه، أو يريد أن يسعى في طلب رزقه، أو يريد أن يوسع على نفسه وعلى أهل بيته، أن يحذر من الطرق الغير مشروعة، لأن الخشب يأتي في بعض الأحيان يا أختنا أم سجاد ليدل على أناس منافقين، لأن الله عز وجل قال كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالخشب في بعض الأحيان يدل على أناس يعني من أهل النفاق، فعلينا أن نحذرهم، ونسأل الله أن يكتب لك النجاة يا أختنا أم سجاد في الدنيا والآخرة. كان عندنا أيضا رؤيا الأخت أم سجاد ذكرتها تخص زوجة أخيها، رأت في الرؤيا أن أخوها يحفر قبرا، فسألته لمن تحفر هذا القبر؟ قال هذا القبر أريد أن أدفن فيه كواكب، وهي أختها، وهي أختها. يا أخت أم سجاد يعني هي قضية الحفر والدفن، الحفر والدفن، الإنسان حين يدفن يعني كأنه ينتهي من شيء، كما أننا حين نحفر الميت وندفنه فإننا ننتهي من هذا الشيء، فالحفر والدفن قد يدل على انتهاء علاقة كانت قائمة، سواء كانت هذه العلاقة طيبة أو كانت هذه العلاقة سلبية، وقد يدل على الخلاص من الهموم والغموم والأحزان والانتهاء من الخلافات والمشاكل. فقد تكون الأخت كواكب يعني عندها بعض المشاكل والهموم والغموم والمعاناة، فيكون له دور طيب إن شاء الله في وأد هذه الخلافات وفي دفن هذه المشاكل والنزاعات، فيساعدها في ذلك، لأن الله عز وجل دعا الزوج والزوجة أن يصلح فيما بينهما، فإن وصل إلى طريق مسدود قال سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والله تعالى أعلم. كان معنا الأخت لارا تقول في الرؤيا رأيت أنني أريد الذهاب للعمرة أنا وأختي، وأنا أقول لها إن شاء الله نذهب في رمضان وهذه قرينة، وقلت لها ينبغي أن نأخذ الوالدة معنا. أقول يا أخت لارا يعني هذه رؤيا طيبة، على اعتبار أن العمرة بصورة عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها يعني المتابعة بين الحج والعمرة، يعني الإنسان حين يحج مرة ويحج مرة أخرى، يعتمر ويعتمر مرة أخرى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل ذلك، يقول فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني المتابعة بين الحج والعمرة، متابعة بين حج وحج وعمرة وعمرة، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فهي إن شاء الله يعني بشارة طيبة على ذهاب الفقر عنكم، وأنكم تستغنون بفضل الله وكرم الله وجوده سبحانه وتعالى، وعلى زوال الذنوب
فأن الله عز وجل يغفر لكم إن شاء الله بكثرة استغفاركم وبتوبتكم عن ذنوبكم. أيضا العمرة في رمضان فيها إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني العمرة في رمضان يعني كحجة معي، يعني تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي إذن أيضا هذه فيها إشارات طيبة على مضاعفة الأجور ومضاعفة الأعمال. يا أختنا لارا، نسأل الله أن يضاعف لنا ولكم الحسنات، وأن يمحو عنا وعنكم السيئات، وأن يرفعنا وإياكم أعلى الدرجات، وأن يجمعنا بسيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيضا تقول أخت لارا أنها رأت في الرؤيا كيسا أجلكم للحفاظات، لكنها فتحته فوجدت فيه قلادتين من ذهب، لكن بعد ذلك تبين لها أنها واحدة من ذهب والأخرى من فضة، ورأت رؤيا أنها تحمل في يديها يعني نسختين من القرآن الكريم. الرؤيا الأولى يا أختنا لارا، القلادة قد تدل على تقلد مسؤولية معينة، فإن لم تكوني ذات زوج يا أخت لارا فالقلادة أو القلادتين يعني قد يكون فيهما إشارة على حياة زوجية مقبلة إن شاء الله، فتتقلدين مسؤولية أسرة، ويتقلد أيضا زوجك مسؤولية هذه الأسرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد يكون القلادتين تدلان أيضا إن شاء الله على قضية الذرية في حق المتزوجة، فإن كنت ذات زوج فالقلادتين إن شاء الله فيهما إشارة على الذرية، نسأل الله أن ييسر لك الزواج إن لم تكوني متزوجة يا أخت لارا، وإن كنت ذات زوج فأن ييسر لك الذرية الطيبة. أيضا القرآن عدد اثنين، نسختين من القرآن الكريم أو المصحف الشريف، هما يدلان أيضا إن شاء الله على الذرية يا أخت لارا، لأن الله عز وجل قال في حق يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية، يعني نسختين من المصحف تحملينها وتمشين قد يكون أيضا إن شاء الله هي بشارة بولدين، نسأل الله أن ييسر لك الخير حيث كان يا أختنا لارا. كان معنا أخونا جاسم من صلاح الدين يقول رأيت رؤيا في حق أولاد عمي اثنين مخطوفين وأخويا معهم، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يفرج عن جميع المسلمين المخطوفين والمسجونين والمأسورين والمحاصرين في كل محافظات هذا البلد وفي كل البلدان الإسلامية، أن ييسر الله عليهم وأن ينظر إليهم في هذه اللحظة وفي هذه الساعة نظرة رحمة تزول بها الهموم وترحل بها الغموم وتزول بها الأحزان، وييسر الله عز وجل عليهم، اللهم آمين. المهم رأى في هذه الرؤيا أنهم قد خرجوا وهم فرحين يعني بخروجهم، وأنه أخرج السلاح وأطلق منه يعني بعض العيارات النارية أو الإطلاقات النارية، على اعتبار أنها هذه يعني علامة الفرح أو قرينة الفرح التي يستخدمها أهل هذا البلد كثيرا في أعراسهم وفي مناسباتهم وفي أفراحهم. ورؤية ثانية رأى أن أخاه قد خرج وهو يلبس قميصا أحمرا ومعه صديقه وهو يركب على الموتور. أقول يا أخونا جاسم الرؤية الأولى على اعتبار أنها اقترنت بالفرح والاجتماع، فنسأل الله عز وجل أن يأذن باجتماع شملكم، باجتماع ما تفرق من شملكم، وأن تفرحوا، فيها إشارة طيبة والله تعالى أعلم. والرؤية الثانية في خصوص أخوك أيضا هي رؤية طيبة على اعتبار أنه اجتمع مع صديقه وأنه يركب واسطة نقل وأنه يلبس قميصا، القميص فيه دلالة البشرى كما جاء في سورة سيدنا يوسف حين جاءوا بالقميص فألقوه على وجه يعقوب فارتد بصيرا، فالقميص دلالته طيبة إن شاء الله. واسطة النقل أيضا هي تدل على الانتقال من حال إلى حال، ونسأل الله يا أخونا جاسم بفضله ومنه وكرمه أن يفرج عن أخوك وعن أبناء عمك وعن جميع المعتقلين في كل مكان هذا، والله تعالى أعلم. لا أعرف كم بقينا معنا من الوقت. كانت معنا الأخت بيارك من الأنبار تقول رأت في الرؤيا أن الدنيا تمطر ثم رأت ترابا فأزالت هذا التراب وكان تحته يعني فطر، ثم أخذت هذا الفطر، يعني كان عددها ثلاثة، يعني مطر السماء وإزالة التراب، كما أن المطر يدل على زوال الهموم والغموم والأحزان، إزالة التراب ونفض التراب أيضا يدل على زوال الهم والغم والفقر يا أختنا بيارق. وتناول هذا الفطر على اعتبار أنه يعني من فصيلة المن أو ما قريب من الكمأ الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن وماؤها دواء أو شفاء للعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهي أرزاق في طريقها إليكم وهموم تزول وغموم ترحل، والله تعالى أعلم. أخوها متزوج رأته في رؤيا هو وزوجته وأولاده ينامون في السيارة وتظلم عليهم السماء. أقول يا أخت بيارك هذا يدل على واقع حالهم أنهم مهجرين في الغالب، وإن لم يكونوا مهجرين حتى في محافظتهم في الأنبار فهم في الغالب
يعني في ظروف معيشية صعبة، فهذا يدل على واقع حالهم، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وعن جميع المسلمين. بقيت معنا رؤية واحدة نستطيع أن نتكلم عنها إن شاء الله في للأخ صباح، يقول رأيت رؤية كان هنالك جزيرة أو شبه جزيرة، فكنت أذهب إليها مع رجل كبير بالسن كأنني أطير طيرانا، فأذهب إلى تلك الجزيرة، مرة من المرات خرجت من النهر خنازير أرادت أن تذهب باتجاه الجزيرة ثم ضربتها، وبعد ذلك يعني طمأنني الرجل أو بعض الناس أن هذه الخنازير لن تعود إليها. أقول يا أخ صباح، يعني هذا يدل على مجال عملك وسلكك، أنك يعني تساهم في الدفاع عن الناس، في استتباب الأمن، في الدفاع عن أعراضهم، عن أموالهم، حتى يبيتوا ويناموا مطمئنين. ولا شك أن هنالك الكثير من الأعداء، من ضعاف النفوس، من الميليشيات الإجرامية وداعش وغيرها، التي أساءت إلى الناس وتهاونت في دمائهم وفي أعراضهم وفي أمنهم وفي أمانهم، وأنت يكون لك دور إن شاء الله إيجابي في استتباب الأمن وفي تحقيق الأمن والأمان للناس، ونسأل الله عز وجل أن يهديك للصواب وأن يعينك على فعل ما يرضيه في كل حال من أحوالك يا أخونا صباح الغالي. كان أيضا يقول رأيت رؤيا النهر، دائما أحلم أنني على النهر وأصطاد السمك. أنت موظف وتتقاضى راتبا، وهنالك أرزاق تأتيك حتى من خارج الراتب والوظيفة، وصيد السمك هو سعي في طلب الرزق، فإن تحصل معك شيء من السمك فهو يدل على أرزاق، هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما رأيتموه خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه، على أمل أن نلتقي في لقاء قادم يتجدد معكم أيها الأحباب الكرام. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.